يا حبيبي انا عايزه اوصل لك من زمان يا ابني، انا عايزاك اسالك اتفضلي يا ام. سؤال يا حبيبي. خادم يا امي تحت امرك. تسلم يا حبيبي. الحاج ميت بقاله سنه يا حبيبي رحمه الله عليه. مره حلمت بيه انه بيقول لي ان هو عطشان، ومره حلمت بيه انه بيعيط، ومره حلمت بيه نفسه في ان في دماء بيني وبينه بس وهو ميت. انا الآن من الاحلام دي كلها. لا يا امي تابعيني وانا هرد عليك. تفضلي والدتنا المحترمة. ما أشوف إن أنا عطشان؟ ربنا قال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ما الميت يطلب الأكل أو الشرب يبقى هو محتاج الصدقة، محتاج إن أنا أترحم عليه، محتاج إن أنا يا أمي أطلع عنه حاجة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، علمه انتفع به صدقة جريء ولد صالح يدعو. طيب والبكاء؟ بكاء ربنا قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، دي شافتها بعد كده يبقى الحل. طيب والجماع؟ النكاح مفتاح الرزق، فإذا جامعني زوجي المتوفي يبقى رزق يصل لي ورزق يصل لي، لأن الله قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. اما انا حد الى زوجي يبقى وصله رزق مني اللي هو الحسنات، والرزق للميت ربنا قال بل احياء عند ربهم يرزقون، يبقى للميت الرزق للميت ان هو توصله حسنات، والرزق للحي ادراك متاع الحياه الدنيا. وليس هناك قلق، لكن نوصيك يا امي بكثره الدعاء والترحم على زوجك رحمة الله عليه.